قناة جنة تي في تقدم لكم. الأمر الآخر ما يتعلق بنقل الأحاديث وترويجها، لا سيما في هذا الوقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه التي عليها أكثر الناس وللأسف الشديد من إشاعة وترويج الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة، هل يدخلون تحت هذا النهي أم لا؟ طبعا الحديث عن هذا القسم لابد من تقسيمه، فمن تعمد نقل الأحاديث الموضوعة المكذوبة المصطنعة المختلقة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم كذبها ويعلم بأنها غير صحيحة، فلا شك بأن الوعيد فلا شك بأنه يدخل ضمن هذا الوعيد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن المروج للأحاديث الموضوعة كالمختلق لها. أما إذا كان نقلها هكذا من دون تفحص ومن دون تأمل وإنما إرادة الخير وما يدري سمع بأن رأى هذا حديث وليست عنده أدوات الفهم ولا عنده الأهلية في قضية الرجوع إلى المصادر، فهذا فيما يظهر لي أنه من جملة المخطئين الذين يدخلون تحت قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولكن هذا لا يعني أبدا أنهم لا يجتهدون في السؤال، لا سيما وأن وسائل الوقوف على الأحاديث أصبحت من السهولة بمكان. الآن هناك حتى برامج يستطيع أي إنسان يدخل عليها ويضع الحديث فيخرج له درجة الحديث وتخريج الحديث والعزو إلى المصادر، هذا إذا لم يسأل أهل العلم ويتواصل معهم. هناك مواقع وبرامج شهد لها العلماء يعني المتانة والقوة والصحة، فممكن. ولذلك أي إنسان لا يجوز له أن يسارع في ترويج هذه الأحاديث حتى يقف على مصادرها ومواردها وأيضا يقف على تخريجاتها.